So I'm now leaving Lebanon after 4 years, and it's been the adventure of my life. I've fallen steadily, very fast in love with this country and with this people. لأنه سفير غير عادي لم يرد لوداعي لبنان وشعبه أن يتم كما جرت العادة. فحول وداعه لبنان إلى فرصة للتعرف على مختلف مناطقه. لا عراق اليوم ما في، لأن عندنا شغل، لو ما عندنا شغل هي أول مرة أمشي عراق. تاركا بصمة من الخطوات. نعم، سفير بريطانيا قرر التعرف على المناطق اللبنانية سيرا على الأقدام ومن خلال عيون أهلها. في سمك كتير؟ لا ما في نهائيا. بدأ توم فلتشر يومه الأول بالسير انطلاقا من البترون. 4 years is a long time to be somewhere amazing like this. I love coming to places like Petrun. You know, when you see the Phoenician wall there, it reminds you that you know, the Lebanese have been here a long, long time. في أزقة البترون الضيقة مشى توم. وتعرف من ابن البترون الوزير جبران باسيل على علامة امتياز المدينة الليموناضة. اللي يميزه للسفير فلتشر انه عطول كان عم بيحاول يعطي الصورة الحلوة عن لبنان. من البترون اكمل سيره باتجاه جبيل، محاولاتنا المتكررة باقناعه ان يمشي نصف المسافة وان يجتاز المسافة المتبقية في السيارة لم تنجح. لا بل في منتصف الطريق وصله الدعم من تشارلي ابنه البكر. This is my chance to spend some time with the kids. What would you like to do with your dad? Play. Play more football. Yeah, and swim. بعد نحو 4 ساعات من السير المتواصل وصل فلتشر أخيرا إلى جبيل. I come to the harbor in Byblos when I really need to think or when I'm kind of particularly worried about a situation. And I can sit there in the harbour there with a big plate of fish and some arak, and that helps me to work out what to do next. ومن بين أكثر ما لفته في السوق القديم كان هذا القميص الذي يحمل صورة ابن بلده لاعب الفوتبول ديفيد بيكهام، وهكذا انتهى اليوم الأول. لأن جولته في لبنان ليست سياحية فقط، بدأ فلتشر يومه الثاني بالإضاءة على الصناعة اللبنانية التي وجدت طريقها إلى بلاده. لكنه قبل أن يغادر المصنع لم يوفر فرصة لجعل الجولة فيه أكثر متعة. We are doubling British trade with Lebanon over 4 years. We're closing in on our target. إذا فيني أعمل اللي براسي نعطيه جنسية لبنانية وبنعمل رئيس جمهورية. ومن ضجة المعامل إلى هدوء حريصة. I wanted to come here as part of the walk because this is an incredibly special place to me and to the family and actually to Lebanese people of all different religions. It's important for us to reflect on the fact that across the Middle East now, Iraq, Syria, elsewhere, we've seen Christians and other minorities feeling very threatened. فلتشر الذي يرى في لبنان رسالة للتعايش قرر في العشاء الذي أقيم على شرفه في نهاية يومه الثاني أن يكون لبنانائح. اليوم أنا لبناني. كيفك؟ هاي كيفك سافا؟ The trousers in particular give you a lot of space, a lot of comfort. The hat is incredibly hot. اليوم الأخير من جولته استهله فلتشر في جونيه وصولا إلى نهر الكلب. على صخوره اكتشف نقوشات كان يراها للمرة الأولى، بعضها كان يتعلق ببلاده. ومن هناك طلب عدم الاستخفاف بأمن لبنان داعيا السياسيين للخروج من الحديث الطائفي. It's going to be a challenging time, but I think there's a clear international sense of the need to keep Lebanon stable. ومن نهر الكلب إلى طبية وصولا إلى مرفأ بيروت الذي تشغل محطة الحاويات فيه شركة بي سي تي سي البريطانية، وحيث جرب فلتشر حظه على إحدى الرافعات قبل أن يعود للسير، وهذه المرة إلى وجهته النهائية في ساحة الشهداء. فلتشر الذي لم ينسى الجيش اللبناني في هذه الجولة اختار لوداعه هاشتاج يلا باي، منهيا في هذه الساحة ذكرياته كسفير للبنان. خلال السنوات الأربع الماضية كان توم فلتشر سفير بريطانيا لدى لبنان، لكنه في الفترة المقبلة سيكون سفير كل المناطق اللبنانية لدى كل العالم. With your permission it ends here, but I move from being an ambassador to Lebanon to an ambassador for Lebanon. From Martyr Square, this is Tom Fletcher. رنيم بوخزام. LBCI.